كل سنة وكابتن محمود الخطيب طيب، كل سنة وهو رمز ملهم لكل أهلاوي وقريب من قلوب الأهلاوية، وبنتمنى له دايما الصحة والسلامة. شفناه وهو بيستعرض كشف حساب المجلس لأعضاء النادي الأهلي، وإزاي كان واقف كابتن محمود الخطيب، وإزاي بيتفانى ويجي على صحته عشان خاطر هو دايما لما بيقول كلمة بيكون قدها. خلال المسيرة اللي فاتت جمل كتير جدا عالقة في الأذهان، ولكن بتبقى جملة دايما تتردد في ودني: أنا مش زعلان منهم، أنا زعلان عليهم. مش قصة لاعب، قصة درس لكل واحد بيشجع النادي الأهلي. النادي الأهلي هو جنة كرة القدم في مصر. كل سنة وانت طيب يا كابتن محمود. عايزين نقف بقى عند بعض الأرقام يا أسامة لكابتن محمود الخطيب اللي بتبين قد ايه هو كان حالة فريدة في النادي الأهلي. لو استعرضنا الأرقام دي، أرقام فردية لكابتن محمود الخطيب: 159 هدف مع النادي الأهلي، 109 هدف للنادي الأهلي في دوري العام، رقم قياسي لكابتن محمود الخطيب مع النادي الأهلي. بيتساوى مع كابتن حسام حسن، ولكن كابتن محمود الخطيب في عدد مباريات أقل. بالظبط 37 هدف دي قلناها للنادي الأهلي في البطولات الأفريقية، رقم تاريخي ما قدرش حد داخل النادي الأهلي ينازع كابتن محمود الخطيب عليه. هداف الدوري موسم 78 وموسم 81، أكبر عدد من الأهداف سجل 23 هدف للأهلي موسم 1975، أفضل لاعب في أفريقيا 1983، فريق البطولة كأس الأمم الأفريقية 1980، وهداف أفريقيا خلال تصفيات كأس العالم 1978، هداف دوري أبطال أفريقيا 87 و83 و82، ومن بين أساطير الكاف في اختيار عام 2004. تاريخ عظيم جدا للاعب استثنائي ورمز استثنائي هو كابتن محمود الخطيب. بالتأكيد يا فارس، وزي ما قلنا أيضا ما قبل كابتن محمود الخطيب وما بعد الكابتن محمود الخطيب. كابتن محمود الخطيب على مدار تاريخه داخل النادي الأهلي ساهم في العديد من البطولات، رقم يصل إلى 65 بطولة ما بين لاعب وعضو مجلس إدارة وأمين صندوق ونائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس أيضا مجلس الإدارة. الكابتن محمود الخطيب حقق 20 بطولة كلاعب. الكابتن محمود الخطيب أنهى مسيرته في الملاعب وهو يملك في رصيده 10 بطولات دوري. كان أقرب منافس للنادي الأهلي وقتها، محقق في تاريخه كله منذ بداية مشاركته في الدوري العام 5 بطولات فقط لا غير. الضعف هنا قيمة الكابتن محمود الخطيب والإضافة الحقيقية اللي أضافها للنادي الأهلي، غير 5 بطولات كعضو مجلس إدارة وما بين أمين صندوق ونائب رئيس مجلس الإدارة، حقق حوالي 31 بطولة وهو رئيس للنادي الأهلي، حقق 9 بطولات بالتأكيد أهمهم البطولة 9 والبطولة 10 بعد غياب 7 سنوات. والأمر العجيب مع البطولة دوري أبطال أفريقيا إن الكابتن محمود الخطيب ساهم في كل 10 بطولات اللي اتحققوا على مدار تاريخ النادي الأهلي. في شخصيات يا أسامة لما بتتكلم عنها بيكون تاريخها من الثراء ومن يعني التعدد اللي يخليك مش عارف تتكلم على ايه في تاريخه كإداري او كلاعب، ولكن نقدر نطلع لتقرير نسمع فيه الكثير عن كابتن محمود الخطيب. سمه ما شئت، بيبو، محبوب أو محمود الخطيب أو الخطير، تعددت الأسماء والأسطورة واحدة. الطفل الصغير اختاره مدربه الكابتن إبراهيم الشيخ لكي ينضم لنادي النصر ليتألق بعد ذلك في بطولة الثانوية الرياضية. موهبة الخطيب كانت أشبه بتلك اللؤلؤة التي لفتت أنظار الجميع، وبدأ الصراع حولها حينما تصارع الأهلي والإسماعيلي لضم الأسطورة بيبو ليذهب الفريق مرتجي لمقابلة رئيس نادي النصر ليفوز بخدمات الخطيب. الخطيب لم يتردد في إبهار الجميع، الأهلي والزمالك في مسابقة بطولة دوري القاهرة للناشئين تحت 18 عاما. الخطيب يمارس سحره ويمتع الجميع ويسجل هاتريك في مباراة انتهت 7-1 لصالح النادي الأهلي. بعدها تبدأ الرحلة الحقيقية مع الأهلي الذي يعاني منذ سنوات ولم يحقق الدوري منذ عام 1962. الأهلي كان ينتظر فارسة ليأتي الخطيب رفقة هيديكوتي
ليأكل الأهلي الأخضر واليابس ويحقق الأهلي الدوري موسم 75 ويسجل الخطيب 23 هدفا كرقم قياسي لهدافي الأهلي في الدوري عبر التاريخ. العرض بتعدي للخطيب وفي الثمانينيات يقود الخطيب الأهلي للعب 6 نهائيات إفريقية متتالية كرقم قياسي في تاريخ الأهلي، ليحقق الأهلي إفريقيا للأندية أبطال الدوري أعوام 82 و87 وبطل إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس في 84 85 و86. الخطيب باركنا الجول التالي والخطيب خطيب جول على سيده والجول يا ولد. لحظة أن علق الخطيب الحذاء كانت لحظة قاسية يوم 30 من ديسمبر عام 1988. حضر 100,000 مشجع جميعهم ليهتفوا لا يبيب لا. الجمهور لم يكن ليصدق، هل حقا حانت لحظة اعتزال الخطيب؟ رحل الخطيب عن الملعب وبقيت كلماته الخالدة ردا على الجمهور: ألف شكر ألف شكر، ليكتب بعدها مسيرة جديدة من النجاحات الإدارية إلى أن تولى منصب رئيس النادي الأهلي، ليحقق الأهلي طفرة رياضية واقتصادية عظيمة ويعود للهيمنة الإفريقية رغم مرور الأهلي بالعديد من الضغوط والعقبات. ولكن نسر الأهلي أبداً لا يتوقف عن التحليق، وكذلك الخطيب مسيرة لم يتوقف فيها العطاء. نهر الأهلي الذي لم ولن يجف، شيء يشعرك بالفخر وانت بتتفرج على رموز النادي الأهلي اللي فعلا لهم مكانة غالية جدا في قلوبنا. كل سنة وانت طيب كابتن محمود. يشعرك بالفخر ويشعرك بالأمل، لأن زي ما قلت الكابتن محمود الخطيب كانت كل أسرة بتحس إن هو ابنها مش حد منفصل عنها. الكابتن محمود الخطيب يشعرنا بالأمل لأن تعرض لإخفاقات، وحسنا يفعل دائما إنه بيتعلم من إخفاقاته فيحول إخفاقاته لدرجات إلى النجاح. هو ده الكابتن محمود الخطيب، أكثر من 50 عاما يعطي ويمنح للكيان، ويأخذ أيضا محبة من جماهير الكيان، ولسه بيجري ويعافر على رأي فارس. لكن أنا بقول واقف في وش الريح، ما تعبش مجاديفك، لا يوم تعبت ولا كلت مجاديفك، حالف تخلي الزمن يمشي على كيفك. نشوفكم بعد الفاصل إن شاء الله وباقي فقرات الأهلي خطة.